السياسي مفيد السعيدي رئيس الوزراء المكلف يبدأ حوارات في تشكيل الحكومة، يعني وسط جدل سياسي بين من يطالب بتمثيل المكونات وآخر بضغط للحصول على مكاسب، يعني ما فرص نجاح علاوي في الخروج من هذا المأزق؟ تفضل. نعم، تحية طيبة لكم وجميع مشاهدينا الكرام. طبعا اليوم السيد علاوي على المحك أمام ما توعد به، وأيضا ما أمام ما هو موجود مطروح من تعهدات للكتل السياسية التي رشحته لهذا المكان. واقع اليوم المهمة الأولى السيد علاوي هو كيفية إرضاء الشارع والمتظاهرين والمعتصمين في جميع المحافظات، حتى لأنهم اليوم إذا ذهبنا بإرضاهم بالتأكيد سنذهب بإرضاء الشارع العراق واستمرار. لكن واقع الكتل السياسية بصورة عامة ربما غير راغبة بما يريده وتحركات السيد علاوي، رغم أنا أعترض على ترشيح السيد علاوي لأسباب خاصة بيه، بس اليوم هذه الكتل السياسية اللي تعترض أعطونا من هو البديل، أعطونا خارطة الطريق. 4 أشهر لم نجد حلا ولم نجد كلمة سوى كلام المرجعية يكون خارطة الطريق لنجادة الواقع العراقي. اليوم الكل الكتل السياسية بأحزابها بمسمياتها في اللحظات الأخيرة من عمرهم في هذه العملية السياسية، متى ما دفعنا بالسيد علاوي وتمكننا من تشكيل كابينة وزارية تستطيع أن تحقق مطالب بسيطة هي ليس عليها ما هو على حكومة السيد عبد المهدي أو الحكومات السابقة أو الحكومة اللي ستأتي لاحقا، هو فقط ربما تحديد موعد انتخابات وإشراف على موعد انتخابات، تمرير الموازنة وبعض الأمور الشكلية التي ربما هي إذا حسب ما يدعون، إذا كانت يدعون بأنها 6 أشهر إلى سنة، فمطالبهم لا تستحق أن نذهب بهذا الجدل الواسع والعميق والذي ربما يعقد المشهد السياسي العراقي. هذا إذا هم ذاهبين بفترة 6 أشهر، لكن الدلائل ومعلوماتنا تقول أنهم يريدون هذه الدورة تستمر لحد النهاية، ولهذا السبب هم يذهبون باتجاه الواقع الفرقة والتمزق والمحاصصة وسحب الثقة، لكن فرصة السيد علاوي مرهونة بيده. نعم. سيد مفيد أرحب بك مرة أخرى، يعني أنت تقول أنه رضا الشارع سهل، يعني ربما يمكن يعني السيد علاوي ربما يرضي الشارع من خلال التخلص من هيمنة الأحزاب، لكن السؤال أنه كيف يمكن للسيد محمد توفيق علاوي أن يتخلص من هيمنة الأحزاب وأن يأتي بكابينة وزارية من خارج المحاصصة والأحزاب هناك من يمثلهم في البرلمان؟ هنا يجب أن يكون لدينا رئيس وزراء شجاع. متى قوة وشخصية رئيس وزراء المكلف إن كان السيد علاوي أو السيد أو غيره؟ هنا عندما يكمل كابينة الوزارية يأتي ليجلس بجلسة علنية داخل مجلس النواب، وتشوفون الفضاء اليوم المفتوح ولا يوجد هناك رقيب على أي تصريح موجود، عليه أن يعري الأحزاب التي بالعلن تقول أنت مخير بالاختيار وبالخفاهي تملي عليه بعض الأسماء وبعض الأمور. هذه تعتمد على قوة شخصيته وإمكانيته في فرصته. اليوم أمام هو نفس السيد علاوي أمام فرصة تاريخية ليعري هذه الأكاذيب من بعض الكتل السياسية، هو بجلب كابينة وزارية حسب ما هو يختاره حسب ما يقتنع به. لا غير أن يكون هذا الشخص مؤزر في وزارات سابقة وحتى في الوزارة. لو سمحت لي أقاطعك بهذه النقطة، يعني نعم. أنت تقول أنه يعريهم وجلسة علنية، لكن هذه الأحزاب أو بعض هذه الأحزاب التي تتحدث عنها الآن باتت لا تخشى، يعني تتحدث عن مصالحها حتى للإعلام، يعني تريد استحقاقها، يعني هي لا تخشى أنه موضوع جلسة علنية أو سرية. نعم، هنا إذا كانت جلسة علنية أو سرية هو نعم يقولون استحقاق، هو ربما فقط المكون السني والكردي يقول هذا علنا جهارا أمام الإعلام، يقول لنا وزاراتنا ومن حقنا نبيحن على أحد رؤساء مجلس النواب السابقين في تصريحات سابقة، وأيضا بعض النواب وبعض الشخصيات السياسية الكردية تقول مناصبنا ونحن استحقاقنا الانتخابي. يا أخوان دعونا أن نذهب بعيدا عن هذه الأمور والاستحقاقات أو توافقات السياسية والانتخابية، هذا يجذوبة نكذب بها على الشارع العراقي، ندعم هذه الشخصية لإنقاذنا من هذه المرحلة. لكن واقع اليوم ربما إذا ذهبنا باتجاه أن هذه حصتي وهذه حصتك، نعم ممكن. لماذا؟ لأن الواقع خلينا نقول الاستحقاق هو ليس شيء عيب، وأيضا الحزبية ليس شيء عيب ومغزي، لكن أن نجلس على طاولة حوار
يجلس عليها الجميع وتكون مصلحة البلد فوق كل شيء، لا المصلحة الحزبية ويقوم بتقاسم المناصب، لا غير من استلام وزارة معينة شخصية حزبية. يعني استاذ مفيد هذا الكلام سمعناه من 2003 وإلى حد الآن، يعني الكتل السياسية استحقاقاتها ومناصبها و يعني الأمور الخاصة بها هذه وصلتنا إلى مراحل يعني لا تحمد عقباها، والعراق الآن متجه إلى يعني هو على شفا حفرة الآن نتيجة تكالب هذه الأحزاب والصراعات اللي بدت واضحة على العيان وعلى الساحة. هل يستطيع الأستاذ أو الدكتور محمد توفيق علاوي يعني الخروج من هذه الأزمة يعني بطريق النجاة إلى بر الأمان أم لا يستطيع، خاصة هذه الأحزاب يعني كلها متربصة وكلها تحاول أخذ حصتها؟ يعني نعم، واقع اليوم أنا قلت في لقاء سابقا من يقبل أن يكون رئيس وزراء العراق في هذه المرحلة يكون مجنونا، لأن المرحلة حرجة وجدا حرجة، هناك تجاذبات وعدم استقرار وضع سياسي وأمني وحتى على مستوى الداخل والخارجي. واقع هناك عدة خيارات إذا أردنا أن ننجز حكومة السيد علاوي أو حتى الكتل السياسية، هي النجاة الوحيدة لهذه الأحزاب الحاكمة الحالية. أولا إذا أردنا أن لا نذهب بعيدا هو الركون إلى الدستور العراقي الحالي ونعمل بكل فقراته، بالتأكيد دائما يكون حال المواطن العراقي كما هو حاله اليوم، لم تتدخل الكتل السياسية كما تدخل اليوم، هاي أولا. ثانيا الجلوس على طاولة حوار والنزول عند المنطقة الوسطية، التنازلات المتبادلة، لا الكل يأخذ مغانم على حساب الطرف الآخر، لأن هناك مصالح مشتركة ما بين المحافظات والكتل السياسية، وهذه ما ممكن تحدث من خلال وجود الأحزاب نفسها أستاذ مفيد. يعني يعني ممكن مثلا تدخل خارجي، يعني على سبيل الافتراض مثلا تدخل أممي، لأن هذه المسألة أخذت يعني حيز أكبر من حجمه، يعني وشهداء وضحايا كثيرين، ما زالت العملية تدور في نفس الحلقة، يعني إلا تدخل أمم مثلا فضل. لا لا سيدي فاضل، هاي فرصتهم الأخيرة للكتل السياسية. التدخل الأممي يذهبنا بعيدا، نذهب باتجاه يعني أن نكون شبه الفوضى، ليس لأن كما يتصور بعض الأمم المتحدة راح تدخل العراق وراح توفر خدمات وراح توفرنا، هاي الصورة الوردية اللي يرسمها الإعلام الغربي هاي صورة خاطئة سيدي الفاضل، نصححها للمواطن. دخول الأمم المتحدة على الخط والإشراف معناها سلب السيادة وسلب الإرادة الداخلية سيد الفاضل. شوف من 2003 2012 البنى التحتية اللي أشرفت عليها سلطة الائتلاف، سلطة الاحتلال لحد ما غادرت بالاتفاقية، 223 مليار دولار صرفت على بنى تحتية للعراق. أين هذه الأموال؟ هذه الوصاية الدولية والأممية إذا أريد نتكلم بها، إذا أريد نتكلم على الوصاية الأممية نصير مثل ليبيا، إذا صرنا على الوصاية الأممية مثل فلسطين ونصير مثل الزمن النظام السابق بعد 91 والحصار الاقتصادي، هذه الوصاية الأممية إذا أريد نذهب بها. لكن إذا لم نذهب إلى الدستور فهناك أيضا طاولة الحوار المتبادل وهي الفرصة الأخيرة للكتل السياسية، وإذا لم نذهب بهذا الاتجاه على الشارع أن يضغط باتجاه أمرين محددين حتى نستطيع التخلص من هذه من بعض الطغم الفاسدة. الأولى أن نذهب باتجاه تعديل دستور ويكون لدينا نظام شبه رئاسي، أي رئيس وزراء يختار الشارع العراقي. اثنين من الآن نحدد موعد الانتخابات المبكرة وهو مطلب المرجعية ومطلب الشارع وكل الكتل السياسية متفقة عليه. إذا ذهبنا بتحديد موعد انتخابات مبكرة سنستطيع أن نتخلص من كل مشاكل اللي اليوم العالم من عندها. لكن اليوم مشكلتنا هي السيد علاوي كيف يشكل كابينة الوزارية. علينا اليوم أن ندفع بهذه الشخصية مهما كانت ومهما كانت الظروف محددة، وحتى اليوم السيد علاوي عندما يشكل ويذهب يبقى مقاليد الحكومة وتبقى مقاليد القوة لدى الشارع العراقي، هو اليوم من يحرك وكتل السياسي يعني لدى موضوع في الشارع العراقي. موضوع تغيير الدستور، موضوع حتى تحديد موعد للانتخابات، موضوع يحتاج لوقت. يعني هناك الآن أنباء عن تحرك السيد علاوي للقاء متظاهرين وأيضا للاستماع إلى مطالبهم، ويبدو أن هذا الموضوع أزعج بعض القوى السياسية. هل تتوقع أنه يستمر السيد علاوي بهذا التوجه رغم أن هناك معارضة من قبل الكتل لهكذا خطوة؟ اليوم رغم ما تكلمنا به ربما هو حلول آنية وحلول استراتيجية، لكن اليوم نتكلم بما هي الساعة الحالية. السيد علاوي كان ذكياً
بالنزول واجتماعه بالقيادات والمتظاهرين والتنسيقيات الموجودة، محاولة لتخفيف ضغط الشارع العراقي الضاغط الذي جعل البوصلة السياسية مشوهة لا يستطيع التوجه باتجاهها. اثنين، المرشح من الساحات التظاهرة والاعتصام بالتأكيد لديه خلفيات سياسية ولديه أيضا ربما علاقات مع هذه الأحزاب وتلك الأحزاب، حتى لو رشحها هو لم يرشح إنسانا اعتياديا من الشارع لا يفقه شيئا في عمل المؤسساتي، بالتأكيد سيختار مؤسسات جامعية أو أكاديمية أو شخصيات إعلامية ومثقفة ولديها تاريخ. لكن اليوم حتى لو نعرض أحد الشخصيات اليوم الذي أنت ممكن أن تسلم وزارة، كل الكتل السياسية تعرف هذه الشخصية وجلست معه وكانت أيضا ترشح أن يكون رئيس وزراء بدل السيد علاوي. واقعا اليوم خل نزرع الثقة، اليوم كتلنا السياسية خل نزرع الثقة بهذه الشخصية، وأيضا هذه الشخصية أيضا بيدنا مقاليد بقائه من عدم إبقائه إذا أخلى بالشروط وأخلى بالواقع الذي هم راسمين له، إذا يمتلكون نص زائد واحد يمتلكون حتى الأغلبية المطلقة في داخل البرلمان ونسحب عنا الثقة، ممكن أن نعطل حتى قراراته في المراحل السابقة. لماذا الخوف والخشية من النزول إلى ساحة التظاهر وجلب المستقلين؟ والواقع رقبة ورأس الحكم بيد مجلس النواب في المرحلة المقبلة، إذا أخلى وإذا ذهب بعيدا وإذا ذهب باتجاه أطراف دولية يستطيع البرلمان أن يحاسب، وهو السلطة الرقابية وهذا ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، أن يحاسب ويراقب ويقيل رئيس الوزراء كما فعل مع السيد عادل عبد المهدي وكما فعل مع رؤساء وزراء سابقين في عمليات الاستجواب وأيضا إقالة بعض الوزراء. لكن واقع اليوم نعيش أزمة ثقة، دعونا هذه اللحظات الأخيرة أن نجدد ثقتنا ونعطي ثقة بالسيد علاوي مثل ما تفضل، رغم إشكالي على ترشيحه لكن علينا أن ندفع به، هي ربما الفرصة الأخيرة. وضحت الصورة. المحلل السياسي مفيد السعيدي، شكرا لضمك معنا في نشرة حصاد الرشيد.